ما حدث في إيران. بعض أخواننا وأصدقائنا قلقون لحبهم لهذه الدولة التي بناها الله للشيعة، ويرأسها مرجع من مراجع الشيعة، وفقيه من فقهاء الشيعة، وأمنية من أمان المسلمين. قال سيدنا هذا هاي إيران. أقول له صحيح، هذه إيران شتدي الصدر شي يقول السيد الشهيد الإمام السيد محمد باقر الصاد في درسه عندما انتصرت الثورة، وأنا كنت من حضر هذا الدرس، وجزء من طلاب سيدنا الشهيد وأستاذنا العظيم رضوان الله يعني سيد محمد باقر الصدر الإمام، وكان حاضر أيضا شهيد الجمعة السيد الشهيد الصدر الثاني رضوان الله عليه. شو قال السيد الصدر؟ قال إن الله قد حقق على يد هذا الرجل العظيم يعني الإمام الخميني آمال جميع الأنبياء والصالحين. يعني المشروع مو إيران وعراق، آمال الأنبياء. هاي دولة، أنا أتكلم عن النظام، ما أتكلم عن حكومة روحاني وفلاني ويروح ذاك الأخ ما نسيت اسمه أحمدي نجاد ولا. لا أنا شو خصني هاي قضية مثل ما نتكلم عن العبادي والمالكي، دولة ما داخلين في المعادلات الدينية، يروح ويجي. عندنا نظام اسمه نظام الإسلام، نظام التشيع، نظام الولاية، نظام الولاية الذي يضمن لك أن تبقى إلى آخر الدنيا بالأذان بالتلفزيون بالراديو بكل مكان تقول علي ولي الله، هو نظام الولاية. هذا الذي يضمن لنا نظام الولاية. أما يطلع كم واحد زعطوط خبصة والدنيا الأمريكان ترامب ونطيهم سلاح ونطيهم كذا، زين بالله عليك لو كان هذا التصريح صار بالسعودية ذبحوا الشعب الشيعي في السعودية في العوامية، ذبحوا أبيدة العوامية. وينك يا ترامب؟ أبيدوا وما زال الشيعة يقتلون لا لشيء إلا لأنهم شيعة، يتظاهرون سلميا يقتلون، يتظاهرون بطرق أخرى يقتلون. ذبح الشيخ النمر كما يذبح الكبش بتعبير لئم عليهم السلام، ظلما وعدوانا ذبح قطع رأسه بالسيف، وهكذا يوميا. وينك يا ترامب إذا أنت تدور حقوق الإنسان؟ زين ثاني يوم البارحة أو البارحة طلعوا الملايين، تشفتوهم ملايين عشرات الملايين تهتف للنظام، خمس نفرات قلبت الدنيا. زين هذول ما لهم حقوق الإنسان؟ عشرات الملايين. هذا ما تريده أمريكا وإسرائيل. المقصود هو مو إيران، المقصود إحنا يريدون يذبحونا الشيعة نذبح. حبيبي الشيعة لابد ما تتنفسون، مو كانوا يقولون إلكم اللطم وإن الحكم؟ يريدون دائما نذبح ونقتل. نتنياهو يقول اطمئنوا، من راح يسقط النظام هذا سوف نكون نحن حلفاءكم لا اصدقائكم. يعني شنو؟ يعني ذول الطالعين بالشارع ترى ذول احنا دازيهم.